بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على اشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اخوكم منصور. في اخواتي اخواتي، الموضوع تاع اليوم كان يد حوايج خاصين بحاجة فريدة، هو البيض. مادام رانا في موسم التزاوج لازم نركزوا على امورات هذه. اليوم راح نعرفوا مع بعضنا سبب انحصار البيضة داخل الانثى، سبب موت الفراخ داخل البيضة، والامراض اللي تنتقل من الابوين للبيضه. كملوا معنا الفيديو حتى الاخر. العنصر الاول هو اسباب انحصار البيضه داخل بطن الانثى. السبب هو الانقلاب تاعها، راح تنقلب. من الاسباب تاع الانقلاب هذه هو اول حاجه ان يقولوا السمنه المفرطه. ان الحاجه هذه لقيتها مكتوبه في قداه التقرير وفي قداه الفيديو مذكورة الحاجة هذه. أنا عمري ما شفتها، عمري ما شفت السمنة المفرطة هذه، الله أعلم. أنا ما شاهدتهاش في لابياس ديال الفاش تاعي. مادام كاينة سمنة مفرطة، أنا عندي صح الأنثى تشحم، مادابيا نخليها دير الشحمة هذيك، لأن الشحمة هذيك مفيدة. ثاني حاجة هو عدم اكتمال نمو البيضة بسبب عدم تقديم الكالسيوم بطبيعة الحال. لهنا ركزوا ديما على الكالسيوم، ركزوا ديما على معدن الكالسيوم. هو وكاين ثاني معدن واحد اخر مهم بزاف منهم الكالسيوم، هو الفوسفور. الفوسفور راه يساعد بنسبه تاع 45 حتى 50% في القشره تاع البيضه، ولله العلم. ثالث حاجه هو الافراط في الانتاج من هذه الانثى في فتره وجيزه. درنا المواضيع تاعنا اللي فاتوا على جال باش تخلي الانثى تريح، وعلاه كنت نقول ديما ديروا لها 3 كوفي وحبس. هذه ماهيش ماشينه تصنع بها حتى تعيا انت، اي هي ثاني تعيا. وش هو الاجراء اللي نديرو كي تنحصر البيضه؟ اخواتي اخواتي، عمرها ما صرات لي انا في لابياس ديال الفاش تاعي، عمرها ما انحصرت البيضه في لابياس ديال الفاش تاعي، الحمد لله. درك نعتلكم وش هو الحاجه اللي نخدم بها انا. تبع معايا الفيديو حتى للاخر، في الاخر تاع الفيديو دوك نعت لكم وش هو الحل اللي تتفادى به الامر هذا. وكل كي صرا لك انحصار تاع البيضه، وش هو اللي دير؟ تجبد الانثى، تخليها تطير على الاقل واحد 10 دقائق في مكان شويه واسع. لا كان شتها ماهيش قادره تطير، حاول تخليها تنشط شويه، خليها تطير اطول وقت ممكن، واحد 10 دقائق. ومن بعد عاود ردها للقفص وانتظر ساعه. قادر في الساعه هذيك تقدر تخرج البيضه، لانه الحركه الطيران اللي ديروا هذاك قادر تعاود البيضه تعدل روحها، والله تعاود تعطيها تكثر الدوره الدمويه تاعها، تعاود تقدر تخرج البيضه. هذه لله العلم، ما على بالي الا كانت تخرج قد ولا تخرج مدوره. تسنى ساعة، لكان شفتها ما ولدتش تجبدها، تحاول تدز بصباعك تدهن المخرج تاعها بزيت الزيتون، تحاول تدز بصباعك بطريقة لطيفة جدا باش ما تكسرش البيضة، مع استعمال بخار الماء، يعني بخار الماء الساخن يساعد شوية في الدورة الدموية، في سرعة الدورة الدموية اللي عند الطير، ويساعدك انت في اخراج البيضه بلطف. ولا كان تم الطريقه هذه بنجاح وخرجت البيضه بلطف، عاود حطها في القفص ونحي الذكر وخليها ترتاح. هذه راهي منقوله على احد المربيين المحترمين اللي ما يهدرش من فارغ، نقطه الى السطر. الموضوع الثاني هو موت الفراخ داخل البيضة. موت الفراخ داخل البيضة فيها عدة أسباب، كاينين أسباب نأكد عليهم وكاينين أسباب الله أعلم، أنا ما أمنتهمش. السبب الأول زواج الأقارب. زواج الأقارب، ما معنى زواج الأقارب؟ مثلا زواج الأب مع البنت، ولا الأم مع الإبن، ولا زواج الإخوة من أعشاش مختلفة، والله زواج الإخوة من عش واحد.
زواج الاخوه من عرش واحد راني معاك، هذه ناكد لك عليها، ممنوع منعا باتا. زواج الاخوه من اعشاش مختلفه 60% 70% راني معاك. زواج الاخوه، زواج الاب من بنته والله البنت من والله الابن من امه، هذه ما كانش منها، هذه ما كانش منها، هذه راك بالطريقه هذه تحافظ، هذا هو الزواج الصحيح، هذه بالطريقه هذه راك قاعد تحافظ على السلاله، ما كانش منها. كما مثلا في البشر يقال والله اعلم، زواج من ابناء العمومه تقوي السلاله، زواج من ابناء الخاله ضعف السلاله وتنتج عليها امراض، والله اعلم ولله اعلم. سبب ثاني، نقص خبرة الأنثى في تقليب البيض، هذه يعني معاكم والله لا 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 مانيش معاكم، ماشي نقص الأنثى، درك الأنثى درك حنا ما نجبدوش ما نفيريفيوش البيض تاعها، البيض تاعنا يتفيريفي كل يوم، كل يوم تطلع البيض، ماشي شرط أنك يطل لازم تبرمش، كل يوم تطل، قادر تلقى البيض لاصق، الأنثى ما تقدرش تقلبو، ولا كان قلبتو يتشق. هذا سبب من الاسباب، انت ما تفيقش بالشقه هذيك حتى نهار تحطو باللي وما تدخل البيضه. سبب ثالث، ارتفاع درجه الحراره الحد والله انخفاضها الكثير، الله ما كيف يقولوا في اللغه العربيه الله اعلم، ما تكونش الحراره عاليه بزاف وما تكونش الحراره واطيه بزاف. السبب الرابع، لا السبب الخامس، السبب الخامس، الموت بسبب ارتفاع الرطوبة ولا انخفاض الرطوبة، ارتفاع الرطوبة من فوق 80 ولا انخفاض الرطوبة تحت 20، هذا يؤدي إلى وفاة الطيور داخل البيضة. سبب سادس، حدوث تشققات في البيضة، يا إما بضفارتين الأنثى أو الذكر، يا إما بالمنقار، نعتلك كيف تقصوا الزيادة هذه تاع المنقار وكيف تقصوا الفارتين. هجران الأنثى للعش، السبب السابع والأخير، هجران الأنثى للعش بسبب واش؟ بسبب الفرش خاوتي، لأنه الفرش متمني من قلبي أني ما نزيدش نحكي عليه، لأنه سبحان الله أنا من 2018 ما شفتش الفرش، والعام الأول العام اللي فات لا العام اللي قبله شفت واحد الحشرة ظهرت ماهيش فرش، ظهر برغوث وما جاوبش من الطيور تاعي، دخل من الداخل دخل من برا دخل وسط قرنك. الفقرة الثالثة اللي ما قبل الأخيرة، درك نشوفوا مرض خطير ينتقل من الأبوين إلى البيضة، المرض هذا خطير جدا، وش هو المرض هذا؟ هو مرض السالمونيلا، لكن داويس الطيور تاعك من السالمونيلا تاكد باللي راه مرتاح ومليح قبل فتره التزاوج، لانه مرض السالمونيلا هو المرض الوحيد اللي يقعد في القشره تاع البيضه ويقدر يدخل لداخل البيضه ويستقر في صفار البيضه. مرض السالمونيلا لو كان تحط بيضه ملوثه بالفيروس هذا ولا بالبكتيريا هذه قدام بيضه ماهيش ملوثه يقدر ينتقل ليها المرض. مرض السالمونيلا كيف ينتقل من البيضه؟ هو كيجي خارج من المخرج تاع الجهاز التناسلي تاع الانثى، راهو يلصق في القشره تاع البيضه ويبقى دائما لله العلم. ضعف في الحيوانات المنويه، كاينين نوعين، كاين ضعف ناتج عن المرض وكاين ضعف ناتج عن الإجهاد. ضعف اللي ناتج عن المرض مثلا الطير كيعود عنده ديبي ميغا باكتير تشفاو عن المرض اللي حكينا عليه تاع الطير، تكون كرشو داخلة وملامي ويبدا يضعف بالعقل بالعقل 3 شهور 4 شهور تلقاه يطيح يموت. هذا المرض هضرت عليه بصح ما سميتوش وش هو، هذا هو الديبي ميغا باكتير اللي داويناه بلام كار تاع اوميغا وبالنوتريفيت تاع اوميغا، والحمد لله اللي داويتو 13 ايام راه مرتاحو، عندي ديسوجي مرتاحو ما شاء الله. هذا اللي هنا يكون عندنا
ضعف الحيوانات المنويه. كيف تعرف بلي كاين ضعف الحيوانات المنويه؟ تلقى البيضه تلقحت بصح بعد 8 ايام 9 ايام كيتهز تلقى الجنين ميز داخل البيضه، تلقى ميز داخل البيضه. وكاين ناتج على الاجهاد. واش هو الاجهاد هذا؟ مثلا انت عندك ذكر ندير له 40 بزاف، ندير له 3 بزاف. الاجهاد هذا يكون ذكر اكثر من زوجتين، اكثر من انثيين. علاه؟ لانه ما بين الانثى والانثى لازم على الاقل عندك 5 ايام تاع ادي 3 او وكالسيوم، ومن احسن الكالسيوم اللي يكون فيه المغنيسيوم، ويكون فيه دي 3 ويكون فيه الفوسفور. كاين سبب اخر هو انه الانثى ما تكونش تهتم بالطيور، كاينه انثى الكاركتر تاعها يكون مش مليح، هذه في جميع المخلوقات. كاينه انثى تهتم بالطيور وتكون انثى حنونه، وزياده في الحنيه تاعها انها حتى ديرونجي كي تجي تخرج الفراخ توكلها وتعطيهم الافنتيه. كاينه انثى ماهيش مهتمه، العكس هذا يؤدي الى موت الفراخ داخل البيضه. كاينين امراض ثانية تؤدي لموت الفراخ داخل البيضة، هو مرض النقطة السوداء، مرض انتفاخ الكبد، مرض المرارة. هادو شوية صعيب باش تتأكد منهم ولا باش تفيق بهم، ماهيش حاجة صحيحة 100%. كي نهضروها بدليل قاطع. كاين سبب آخر، نقل الأقفاص من مكان إلى آخر، تغيير مكان القفص. حتى ولو كان ما كانش تغير في درجه الحراره ولا في درجه الرطوبه، كاين تغير في المكان، في المحيط المرئي تاع الطير. الطير راه يوالف على محيط مرئي، كي تبدل له المحيط تتغير عليه حياته. فهنا تؤدي لانه مام الطير داخل البيضه يموت. كاين ثاني سبب وهذا نتجنبوه، ممنوع منع باتا اعطاء الانثى ماء الاستحمام اثناء الولاده. كي تعود قاعده تحط في البيض في الربع ايام هذوك ولا في الخمس ايام اللي تحط فيهم البيض، ممنوع من ان باتا ما تمدش الانثى تدوش، ما تمدش الانثى ماء الاستحمام الا بعد مرور 10 ايام من الحضن. كاين سبب اخر هو سبب اثناء دراسات من طرف احد الباحثين في علم الطيور، هو انسداد مسامات البيضة، المسامات الهوائية. كي تنسد المسامات الهوائية تؤدي إلى اختناق الطير داخل البيضة. ونزيد نذكر، إذا كانت الأبوين عداو عليك مرضوا بمرض السلمونيلا وماكش متأكد باللي ارتاحوا مليح، حتى ولو كان ولدهم يخرج مرتاح بصح راه حامل للمرض، راه يمد المرض، وراه جهاز المناعة تاعو لو كان يهبط شوية يتعرض لمرض السلمونيلا في أي وقت. يبقى السبب الأخير هو تزاوج الإخوة من نفس العش، أو تزاوج الأبيض مع الأبيض، أو تزاوج الأبيض مع الليبوكرون. هادو يؤديو الى موت الفراخ داخل البيضة، وهذا في كناري الشكل. اما في كناري اللون فلالبينو والبورتير هذه عادي، انها تتسنى في الانثى تولد لك بيضة وهي تولد لك كبسولة، يعني بيضة بدون قشرة. هذا ناتج الى نقص الكالسيوم، خطأ، ماشي نقص الكالسيوم. الكالسيوم كاين والدي 3 كاين والمغنيسيوم كاين، هذا نقص الفوسفور، معدن الفوسفور. الحل هنا هو كاين منتج غول، كاين منتج هو اللي يفكنا في الاخر، هو الكالسيوم اكس. هذا هو الكالسيوم المخير،
في جميع المنتجات، لانه اول حاجه يتحط في الماء، ثاني حاجه يتحط في الماكله ثاني. دوبلي لا دوز، تحط دوبل دوز، تحط 5 مليلتر في الربع لتر، تحط 10، هي تحط 10 غرام، تحط 5 غرام في الربع لتر، تحط 10. يتعالج، تكمل الانثى باذن الله البيض تاعها عادي في البلاصه. هذه هي الفائده اللي قلت لكم قعدوا دخلتها في الفيديو تعرفوها. وصلنا لنهايه الفيديو، وما بقى لي غير نقول لاصدقائي المربيين نتلاقاو في فيديو اخر، ونتمنى اني فدت واستفدت. والمعلومات هذه يا خاوتي كاين 60-70% اكتسبتها من الخبره تاعي، وكاينين 30%، كاينين المربيين كيهضروا على بالي مش قادرين يهضروا، وكاينين المربيين ربي يهديهم اللي قاعدين يديروا في المشاكل. بعض المربيين اللي قاعدين يشكيو منهم. نعطيك النصيحه خاوتي، ما تشوفش مع الحاجه السلبيه، شوف ديما مع الايجابي. صار انت اللي شكرتني ومدحتني، ما نشوفش معاك ونروح نشوف انا مع اللي يسبني ومع اللي يسب، خليه يسب على راهو. الله عز وجل يبعث لك الانسان هذا يسخره لك باش انت تستفاد منه، باش قادرين الناس يعرفوا قيمتك انت عن طريقه هو. تبقى لنا الحاجه الاخيره، هو الافتراض انه القشره تاع البيض سميكه بسبب كثره الكالسيوم. هذه وجهه نظر تاع احد المربيين، ولا تاع احد الباحثين، شاف باللي القشره تجي سميكه. هذه انا ما دخلتليش في راسي، كل واحد بصح ما زلت نتاخذ اجراءات. كتعود كتشك في الامر هذا، حنا ابتداء من اليوم 11 نقدروا نديروا طريقه باش نعرفوا باللي الفرخ انه حي داخل البيضه. وش هو الطريقه هذه؟ نحيو العش، نحيو البيضه من العش، ونجيبوا اناء فيه ماء، ماء يكون مش سخون بزاف ومش بارد بزاف، يكون دافي، مش دافي على اساس انه فوق النار والماء، يكون مثلا معتدل. كيعود في الغرفه تاع تربيه الطيور بيت تما عادي نورمال، ونحطوا فيه البيضه المدة حتى دقيقتين. هنا كيعود الفرخ حي، نشوفوا البيضه تتحرك من تارة لأخرى، نشوفوا البيضه تتحرك بالعقل. في نفس الوقت نحطوا اناء كيما هذا للانثى باش تقوم بالاستحمام، هذا ابتداء من اليوم 11. انا هذه كنت حاطها ابتداء من اليوم 13، كي ذكرتني الاخت سهيله لقيت باللي عندها حق، والطريقه تاعها قريبه للمنطق اكثر على تاعي انا، لانه الوقت تاع فقس البيض هو يتراوح حسب درجه الحراره درجه الرطوبه اللي عندك، يتراوح ما بين 12 يوم حتى ل 17 يوم. انا قعدت مفيكسي النظريه تاعي في 14 يوم، لانه صح تذكرت انه المقنين ديما في 12 يوم يفقس. شوف سبحان الله، ان لابياس ديال الفاج وحده المقنين 12 يوم يفقس، والكناري 14 يوم، الكناري ما بين 13 و14 يوم. قلنا ابتداء من اليوم 11 تبدا تحط باش القشره تضعف، هذه هو الحل تاعها كاين. وانا لا اظن انه قشره سميكه، اختلاف في اللون بصح بانوا لي كيف كيف، الله اعلم بالك نكون انا غلط. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش تفعيل الجرس والاشتراك بالقناه والضغط على زر جنب.